بسم الأب والابن الروح القدس الإله الواحد أمين. كل واحد فينا في الحياة عايش ليه رسالة. أوعى تفتكر أو أي تفتكري أن إحنا عايشين يعني زي ما الدنيا تجيبنا أو تحطنا وزي ما الناس يجيبونا أو يحطونا في أي وضع هم عاوزيننا فيه. لا، أنت مخلوق وليك رسالة، أنت مخلوقة ليكي الرسالة. وزي ما قال معلمنا بولس كده أنه سبق الله فأعدها لنا، يعني كل واحد قبل ما يتخلق أساساً فربنا سبق وأعد له رسالة حيعيش عليها حياته على الأرض. شخصية جميلة من شخصيات الكتاب المقدس في العهد القديم شخصية مردخاي. شخصية ذكرت في سفر إستير، بطول سفر إستير بالكامل. شخصية مردخاي ده كان يبقى ابن عم إستير الملكة، ولأنه كان كبير سناً فكانوا يعني بيسموه إن هو عمها، وحتى الكتاب قال إن هو اتخذها ابنة لي، يعني بدأ يربيها على مخافة ربنا كأنها بنته فعلا. وبعد ما بقت أستير ملكة كان في شخص في المملكة اسمه همان. همان ده كان شخص يكره اليهود تماما بسبب حركة عملها مردخاي. همان ده كان تاني رجل في المملكة بعد الملك أحشويرش في الوقت ده، وأخذ رسائل من الملك أحشويرش بأن الناس تسجد له في الشارع والناس توطي له والناس تسمع كلامه بدون مناقشة. فكان كل ما يمشي في شارع الناس تسجد قدام همان ما عدا مردخاي رفض انه يسجد. فلما سأل وقال اشمعنى الرجل ده ما بيسجدش في القصر ليا، فقالوا له اصل ده يهودي واليهود ما بيسجدوش غير للاله بتاعهم بس، لربنا بتاعهم وبس. اتغاظ جدا واخد رسائل من الملك احشويرش بقال له ان في مجموعه من شعب اسمه اليهود وسطينا في المملكه، والشعب ده يا مولاي ممكن يكبر في لحظة من اللحظات يدخل علينا بجيش يبهدل المملكة بالكامل، فأنا عايزك تديني رسائل إن احنا نبيد شعب اليهود من المملكة بالكامل. حصل فعلا وأخذ فرمان كبير قوي بإبادة شعب اليهود في وقت معين وفي شهر معين وفي يوم معين. طبعا مردخاي سمع بالرسالة دي، شعب اليهود كلهم البيوت اتقلبت لحزن وصراخ وعويل، الوقت ده هيبقى وقت صعب جدا عليهم. مردخاي فكر بسرعة ان هو يبعت لأستير، لان وقتها أستير كانت ملكة طبعا، والموضوع يعني يا وصلها يا ما وصلهاش، واعتقد ما وصلهاش، ملكة وقاعدة في بيت النساء وقتها ومرات الملك أحشويرش ويعني وجواري حواليها، فمش فاضية انها تشوف الاخبار حتى لو كانت بالنسبة لليهود. لكن مردخاي عمل حركة جميلة جدا، بعت لها رسالة وقال لها لا تفتكري في نفسك أنك تنجين في بيت الملك، إن سكتي سكوتا في هذا الوقت يكون الفرج والنجاة لليهود من مكان آخر. قال لها ركزي، أنت ليكي رسالة، رسالتك أنك أنت تنقذي شعب اليهود من الإصدار اللي صدروا أصدروا هامان ضد شعب اليهود، وأنت علشان الملكة وانا عارف انك انت ليك الحق انك انت تدخلي تكلمي الملك، بالرغم انها بعتت له وقالت له انا طبعا المفروض ان انا ادخل الملك، بس الملك لو انا دخلت له في وقته هو ما طلبنيش فيه ممكن في وقتها اموت، لاني ممكن ينطبق علي الاعدام في وقتها. فصلت وصامت، حركه جميله عملتها كمان لانها ليها رساله، خلت الجواري اللي حواليها كمان والناس الخدم اللي حواليها يصلوا ويصوموا معها، برغم ان الناس دي ما كانوش يهود ولا كانوا يعرفوا ربنا، لكن عرفوا ربنا عن طريق أستير، لان كانت هي رسالتها بالنسبه لهم ان نتعرفهم طريق ربنا. وفعلا صلت وقفت قدام الملك احشويرش ووجدت نعمه في عينيه، واخذت رسائل بان عن طريق مردخاي كمان انه إبادة اليهود اليوم ده الحكومة والمملكة كلها هتقف مع اليهود لأي شخص يتعرض لليهود. واتقلبت القصة تماما، بدل ما كان هامان عايز يصلب مردخاي على الصليب كان عامله له، فاتصلب هامان على الصليب ده. ثق إني ليك رسالة، حياتك على الأرض مش عايشة كده نوع من الحظ، احنا ما عندناش في المسيحية حاجة اسمها الحظ، لكن عندنا إني ليك رسالة، ليك رسالة في حياتك، وانت في الجامعة ليك رسالة في الكلية اللي ربنا سمح تدخلها، ليك رسالة في العمل اللي انت بتشتغلي فيه وسط الموظفين غير مسيحيين او مسيحيين ايا كان، لكن ليك رسالة في العمل اللي انت قاعدة فيه والمكتب اللي انت قاعدة فيه، ليك رسالة في وسط اهلك وسط قرايبك وسط ناسك في بيتك،
كمان ليك رسالة في حياتك الشخصية مع كل من يتقابل معك يشوف المسيح اللي جواك. ربنا يفرحكم، ربنا يستخدم كل واحد فينا لرسائل لمجد اسم القدوس. لهنا المجد دائم أبدياً. آمين.